الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة من فضائل سورة الفاتحة. تحدثنا في لقاء سابق على أن هذه السورة الكريمة العظيمة الجميلة هي سورة مركزية افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه في ترتيب المصحف، وجعلها سورة لا بد من قراءتها في كل صلاة، بل في كل ركعة من أي صلاة، فردا كانت أو نفلا. وجعلها سبحانه أداة ووسيلة للمناجاة بينك وبينه أيها العبد الصالح، فأنت ترددها باستمرار وتستحضر معانيها في قلبك وعقلك وروحك. وقدمنا كذلك أن أسماءها كثيرة جدا، من ضمنها أنها هي الكافية المانعة الشافية إلى غير ذلك. وأحب في هذه الحلقة في عجالة أن أقدم لكم ثلاثا من فضائلها وبركاتها. أولا، فضلها في استجابة الدعاء، فعندما نتأمل الفاتحة نجد أنها من جهة تشتمل على أفضل الدعاء، أحسن دعاء يمكن أن ترفعه إلى الله سبحانه وتعالى موجود في سورة الفاتحة، من خلال قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الهداية هي أم النعم وقيد النعم. ومن ناحية ثانية، تعلمنا هذه السورة الكريمة آداب الدعاء، إذ أكد عليه الصلاة والسلام أنه يجب على المسلم والمسلمة ألا يأتي أو يأتي أحدهم ويهجم على الدعاء مباشرة دون أن يعد لذلك إعدادا جميلا لائقا فيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى الرحيم المنعم الكريم. ولذلك السورة الكريمة كما أنها اشتملت على أفضل الدعاء كما ذكرت، فهي أيضا تعلمنا آداب الدعاء، وبينت لنا كيف أنه قبل ذلك يجب أن نحمد الله الحمد لله رب العالمين، وقبل ذلك أيضا يجب أن نمجد الله ملك يوم الدين، ثم بعد ذلك يرفع الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثانيا من فضائل هذه السورة أيضا أنه كما أشرنا إجمالا أعظم سورة في القرآن الكريم، وفي نفس الوقت تشتمل على مجمل معانيه، فمن جهة أنها أعظم سورة في القرآن ورد ذلك عن عشرات من الصحابة رضوان الله عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم
بيّن لهم أنها أعظم الصورة. ومن علامات ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في المسجد ذات يوم فقال له قبل أن تخرج من المسجد لو علمنك أعظم صورة في كتاب الله. وقبل الخروج فعلا بيّن له عليه الصلاة والسلام أن صورة الفاتحة أعظم صور كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أن مجمل مضامين الكتب السماوية يعني الكتب السماوية بدون استثناء مجمل مضامينها جمع في القرآن، ومجمل معاني القرآن الكريم جمعت في الفاتحة. وقد سبقت الإشارة إلى الآية الكريمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأن عطف القرآن العظيم على السبع المثاني ليس عبثا، إنما فيه دلالة على أن هذه السورة الكريمة تحدد المواضيع الكبرى للقرآن وتحيل على معانيه الإجمالية. ثم إن مجمل مضامين ومعاني سورة الفاتحة ملخصة ومجمعة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الفضيلة والبركة الثالثة أن هذه السورة الكريمة شفاء من كل سقم، فهي سورة فيها شفاء للناس. ومن دلائل ذلك الحديث المشهور والصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عندما ذهب قوم في سفر ونزلوا في حي من العرب وطلبوا القراء فأبى القوم أن يضيفوهم وجلسوا في مكان عند مدخل الحي، وسرعان ما لذغ سيد الحي، أصابه سم عقرب أو تعبان، فجاءوا يبحثون عمن يرقيه، فجاء أحدهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقال لهم هل فيكم من راق؟ فإن سيد القوم قد لدغ. فقال أحدهم إنني أرقي، ولكننا طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فلا أقوم بذلك إلا بمقابل. فقال له الرجل سنجعل لك جعلا يعني قطيعا من الغنم مقابل هذا العمل. فذهب الرجل وبدأ يقرأ على اللذيغ سورة الفاتحة وينفث من فمه وسرعان ما شفي، وأعطوهم ما وعدوهم به. فلما اقترح أحدهم أن يقتسم
قال صاحب الرقيا: لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه وذكر له ما حدث قال له عليه الصلاة والسلام: ما يدريك أنها رقية؟ ما يدريك أنها رقية؟ إلى آخره. وأقره عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: اقتسموا واجعلوا نصيبا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما فعلوا. ثم إن هذه السورة الكريمة لا بد من أن نتأكد ونجزم بأنها كما تشافي أمراض الأبدان فهي أيضا تشفي أمراض القلوب، فهي تطهر القلوب من الحقد والحسد والبغضاء وكل ما يؤثر على قلب الإنسان تأثيرا سيئا، كما أنها تشفي الأبدان وتطهرها كما ورد في الحديث الذي ذكرت ملخصه بالمعنى منذ قليل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه بقي لمدة تجاوزت 20 سنة يعالج نفسه بفاتحة الكتاب، كلما أحس بشيء في نفسه أو في بدنه إلا وقرأ هذه السورة الكريمة فيأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج والشفاء والدواء. وصدق الله العظيم عندما يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ونركز هنا على كلمة الشفاء، ولم يقول الدواء، لأن الدواء قد تتناوله، قد يفيدك وقد لا يفيدك، قد ينفع وقد يضر، بينما الشفاء لا بد من أن يحقق النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نتداوى ونستشفي ونسترقي بهذه السورة الكريمة لا بد من أن نتلوها بيقين، يعني بيقين جازم على أن فيها الفرج إن شاء الله، لأن الذي يشفيه هو الله، ولكن قراءتك لها عبارة عن سبب ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تقرأها بنية الاستشفاء، ليس من باب التجربة، ليس من باب أنك لم تجد دواء آخر، ولكن ليكن يقينك جازما في الله سبحانه وتعالى على أنه ببركة هذه السورة الكريمة سيشفي أمراضك وسيزيل أسقامك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.